بشكل مختصر أو خلاصة الستيبلتي، المعلومات اللي نستشفها من الفيس بورتريت بالنسبة خاصة بالنسبة لللينير سيستم اللي شفناه، إنه إذا كانت التراجكتوريز بالفيس بورتريت converge to the critical point أو to the equilibrium point as t تقترب من infinity، فنقدر نعتبر انه الاكوليبريوم بوينت هي اسيمبتوتيكلي ستيبل. اذا كانت التراجكتوريز as t تقترب من انفينيتي مبتعده عن الاكوليبريوم بوينت وتتجه نحو الانفينيتي far away، ذاك الوقت تكون unstable. وفي الحاله الثيرد كيس، اذا كان عندي اوربت او closed كيرف او closed تراجكتوري around equilibrium بوينت بمسافه، يبقى ثابت المسافة حول الإكوليبريم بوينت، هذا يعني إنه الإكوليبريم بوينت هي نيوترال ستيبل، وأحيانا تسمى ستيبل إكوليبريم بوينت. فهذه هي القراءات الستيبلتي من خلال الشيب of phase portrait trajectories around the equilibrium points. الآن نجي على few examples for linear systems or second order systems. واحد منها مثلا for a minus 1 4 9 minus 2 5، وطبعا اقدر اكتب x dot بهذا الشكل، افتحها كمعادلتين بالاعتماد على a by x. هنا احنا ايش راح نسوي؟ راح ندرس الفيس بورتريت ونشوف يشبه يا كيس من الكيسز اللي درسناها للينير سيستم، ونتحقق من الرسم بنفسنا. راح نشوف الستبس اللي نرسم بيها. هي first step احنا نوجد الإكوليبريم بوينت، واللي هي obviously هنا x dot equals zero will imply to x equals zero، يعني الأوريجين هو الإكوليبريم بوينت. secondly الايجن values and the eigen vectors must be found لهذا السيستم. It was found to be lambda 1, 1 and lambda 2, 3. Associated eigenvectors are as follows. طبعا into, you know how to find eigenvalues and eigenvectors from the modern control or advanced control course, I suppose. يعني أعتقد أنتم تعرفون تشدوها وتعلمتوا طرق إيجاد الايجنفالوز والايجنفكتورز، ممكن تراجعوها لأن أنتم هنا راح تحتاجوها. فعندنا two different eigenvalues with the same sign، يعني اثنيناتهم positive. وعندنا الايجنفكتورز اللي وجدناهم تكتب، ممكن نرسمهم بهذه باستخدام هاي المعادلة، معادلتهم اللي هي هذه وهذه. طبعا الايجنفالوز are positive distinct، فهي الكيس نمبر 1 هي الايكوليبريوم بوينت. اذا الاوريجين هو شنو نوعه؟ unstable node بسبب كون الايجنفالوز positive and different. الان حتى نرسم الفيس تراجكتوريز على الفيس بلين باستخدام هاي المعلومات، انا هسه ايش راح اسوي؟ راح ارسم الستيت بلين x1 و x2 واحدد على الفيس بلين البوينت اوف equilibrium، واحدد كذلك اللاينز اللي هم الستريت لاينز اللي يمثلون الايجن فيكتورز v1 و v2 ايضا. ليش؟ لانه هذول هم بالحقيقه اهم فيكتورز بالفيكتور فيلد، لانه هم يعتبرون سولوشن، هم فيكتور وبنفس الوقت سولوشن، وهذا السولوشن على شكل ستريت لاين، وهذا السولوشن شفناه بالاكس اوف تي موجود. فاذا بدينا بانيشال كونديشن اون ذا ايجن فيكتور، طبعا راح يكون السولوشن باقي على الايجن فيكتور ولن يخرج عنه، فاما يكون المتجه away from the equilibrium or into the equilibrium. علما انه الايجن فيكتورز بحسب هذه المعادلات طبعا هي ايضا تتقاطع بالصفر وتمر بالصفر، فهي ستريت لاين يمر بالصفر بالتاكيد اللي هي الاوريجن، فهو اما مبتعد عن الاوريجن او مقترب منها حسب نوع الايكوليبريوم اللي يتبع لها. بما انهم اثنينهم بوزيتيف، فكل الفيكتورز مثل ما راح نشوف هي مبتعده اذا بدت on the eigenvector. The trajectory on the eigenvector is moving away from the equilibrium point اللي هي unstable node.
زين هاي اذا كنا on the eigenvector، واذا كنا يعني the point اللي بدينا بيها هي not on the eigenvector يعني outside في region معينة، شلون نستنتج الحركة او شلون نستنتج التراجكتوري بالمنطقة؟ احنا مثل ما تعلمنا نحتاج نوجد الفكتور فيلد حتى نقدر نستنتج الفيس تراجكتوريز. واذا احنا نحتاج equilibrium point لامدا 1 لامدا 2 في 1 في 2 ونرسمهم الفي 1 والفي 2 ونجي على نرسم الفكتور فيلد في المنطقه اللي تهمنا نرسم بها التراجكتوري. ناخذ طبعا بوينتس معينه. هنا انا اخذت بوينت على الايجن فيكتور حتى تشوفون شلون يطلع البوينت 2 تطلع البوينت 2 فاختاريت 2 1 و 2 1 هي على الايجن فيكتور اللي هي هذه. من عوضت p2 equals p1 plus f of x اللي اخذناها لايجاد البوينت اند اوف ذا فيكتور f of x اللي هو ax اللي هو x dot. وطبعا اعوض هنا p2 هي p1 زائدا a في p1 نفسها، اضرب واجمع المصفوفات واوجد البوينت 2 اللي هي 4 2. طبعا 4 2 هي البوينت الجديده اللي هي الاند بوينت مال الارو مال الفيكتور واللي بادي ب 2 1. نلاحظ انه هذا بس نضربه في 2 تطلع لي هذا هذه النقطه. هذا شيء يعني انه احنا على نفس اللاين، يعني إذا نبدي على الفكتور ما راح نطلع من الفكتور، نتجه نحو 4 2 و 4 2 هي مبتعدة outside outward يعني direction. اوكي هذه for the check. النقطة الانترستنج الثانية on the second eigenvector اللي هي 1 1 على الايجنفكتور الآخر. نلاحظ أنه إذا نطبق المعادلة حتى نوجد الـ end point مال الـ arrow إذا بدينا بواحد واحد نلقاها 4 4. طبعا هي أيضا multiple للواحد واحد. هذا الشيء يعني أنه هاي النقطة أيضا على same on the same line straight line اللي هو اللي اختارنا به هذه الواحد واحد اللي هو نفس الايجن فيكتور. وأيضا نلاحظ أنه هي ابتعدت 4 4 هي away. إذا ترسموها جربوا ترسموها طبعا هاي كلها بنفسكم من نبدي من واحد واحد السهم يتجه 4 4 وهو مبتعد بس باقي على نفس اللاين، وهذا نتيجة الانستابيليتي بسبب الايجن فاليوز بوزيتيف. طبعا ناخذ بوينت اخرى ليست على الايجن فيكتور مثل ال 4 1 ونطبق المعادلة تطلع لي 4 ناقص 2. واذا ناخذ ال 4 ناقص 2 شوفوا وين تروح، ايضا نطبق عليه المعادلة تطلع لي ناقص 8 ناقص 20. هذه الفيكتورز اذا رسمناها على الستيت بلين نلاحظ انه الفيكتور في، واذا زيدنا طبعا النقاط ورسمنا فيلد اكبر باماكن معينه حتى نشوف الفيكتور فيلد اين يتجه وبالنتيجه نستنتج من عنده التراجكتوريز، فنلاحظ انه الفيكتور فيلد متجه باتجاه الايجن فيكتور بي 2 التابع للامدا 2 اللي هي 3. فالتراجكتوريز باديه ومن تي ما تقترب من ماينس انفينيتي حركتها الى ان توصل بموازاه لامدا 2 ايكوالز 3 وتنتهي بموازاته واللي هو راح ياخذها باتجاهها اللي هو الاتجاه اللي away from the equilibrium point. مثل اذا قبل هسه شفنا انه on this eigenvector اللي هو v2 الحركه تكون away، فالكل الدايركشن مالته مبتعد فراح يقود كل التراجكتوريز اللي هي حواليه او اصلا كل التراجكتوريز بالستيت سبيس راح بالنهايه تكون موازيه له باتجاهها. يعني هذا ليه شنو سببه؟ سببه انه اذا نرجع للسولوشن الاصلي مال كيس 1 هذا نلاحظ انه هو متكون من تو تيرمز c1 c2 هي كونستنت مثل ما اتفقنا. الاكسبوننشال اللي هو يرفع للامدا 1 ولامدا 2 هذا الاكسبوننشال هو اصغر من هذا، فالدوميننت از تي تقترب من انفينيتي هو هذا، هذا اكبر واسرع راح يكون من هذا. فلذلك الفكتور اللي هو يعتبر تابع لهذا الاكسبوننشال او الفكتور اسوشيتد تو ذس ايجن فاليو راح يكون هو الدوميننت وهو اللي راح ياخذ الدايركشن النهائي از تي تقترب من انفينيتي، وتكون كل الفكتور فيلد
in his direction. زين هسه راح نشوف هذا. طبعا هذا رسم by computer. نشوف انه الفيكتور فيلد هاي الاروس الموجوده هي مجموعه من الاروس تطلع عن طريق الرسم البوينتس، كثير من البوينتس مثل ما احنا رسمنا مجموعه من البوينتس يعني نكثرها راح يطلع لي فيلد بهذا الشكل، وهذا الفيلد هو اللي راح يشوفني اتجاه حركه التراجكتر من اي مكان اذا مشيت بمحاذاته او بشكل مماسي الى. طبعا اول شيء نرسم احنا اكس 1 واكس 2 وبعدين نرسم الفي 1 والفي 2 اللي هم الايجن فيكتورز باستخدام المعادلات اللي شفناها قبل شويه ولعده نقاط، وطبعا اثنينهم يتقاطعون بالصفر. اتجاه الحركه مثل ما شفنا هو مبتعد عن الاكوليبريوم، اذا بدينا on the eigen vector we will stay on the eigen vector but we will go away from the equilibrium point because both eigen values are positive. اذا بدينا اخذنا ردنا نرسم تراجكتوري مثلا قريب من v1 نلاحظ انه كل طبعا هو بحد ذاته راح يقودني away، ونلاحظ انه الفيكتور فيلد ايضا هو متاثر بهذا الايجن فيكتور وايضا يتجه مبتعدا ويتقوس وهذا التراجكتور يتقوس following the vector field المحيط به طبعا. وليش يتقوس الفيكتور فيلد؟ مثل ما قلت لنا حتى يكون موازي للايجن فيكتور الثاني اللي هو الدوميننت اللي هو الاقوى اللي يحمل التابع للايجن فاليو الاكبر اللي هي راح تبقى اس تي تقترب من انفينيتي هي الكبيره. فراح يكون من انطلاق من بموازاه في 1 ثم ننتهي بموازاه في 2، وهذا الكلام ينطبق بجميع الاتجاهات، نبدي من موازاه في 1 ننتهي بموازاه في 2، وممكن نرسم اكثر من تراجكتوري بالاعتماد او على شكل باعتماد على اتجاهات الفيكتور فيلد والايجن فيكتورز حتى يتكون عندنا الفيس تراجكتوريز اللي تكون الفيس بورتريت لهذا السيستم.